السلام عليكم. يوم راحوا الملعب مصطفى شاكر بالبوليدة، ونقف على جانب من الأشغال واللي يتعلق بتغيير أو ترميم المدرجات ولا السقف نتاع المدرجات الموجود في هذا الملعب. ونشوف هنا الصور، يعني مدرجات من النوع القديم، يعني النوع نتاع يعود إلى قرون مضت. البيكيات هذوك جايين في لي سيبور، هذوك جايين في وسط المدرجات. والله ما لقينا واش نقولوا. المهم نخليكم تشوفوا الجانب من هذه الاشغال، واترككم في هذا. الله يحفظه، والسلام عليكم.